فادري معكم نزار ملكو جيمر. فيديو اليوم عندنا انبوكسين ديال بلاي ستيشن ميني. تا هادي جبتها ملي كنت مسافر في اسبانيا، جبتها ما عجبتها عجبتني حيت كان في السولد تماك، مسولدية هنا في المغرب غالية شوية، شكلها تمشي 900 درهم، تماك لقيتها بشي 600 وشي حاجة، يعني 60 اورو تقريبا. هادشي اللي كاين بالنسبة لنا. هادي بلاي ستيشن كلاسيك، هي واحد الفيرسيون صغيرة ديال بلاي ستيشن، فيها بعض الالعاب، شحال 20 لعبة. لافونتاج ديالها انه فيها جوج المانيت، فيها الباور سبلاي ديال باش تخدم بها البلاي ستيشن، يعني ما حتاش شي كابل دو بلوس، وفيها الالعاب لي كلاسيك، فيها فحال باتل ارينا، فيها فحال فينال فانتازي، جي تي الاولى، ميتال جير سوليد، هادو الالعاب اللي رايمان، تيكن 3، توم كلانسي رينبو 6 باش الرينبو 6 يجي لك الرينبو 6. هادي بعض الالعاب اللي كاينه مفضله ديالي. تويستد ميتال عندي بها في ذكريات واعره، هادي عملت البوز بزاف حيت كانت خرجوها غاليه ومن بعد سولدات حيت ما داها حتى شي واحد. واليوم غنشوفوا علاش هاد الكونسول خصكم تجربوا تشوفوها وتلعبوا لها. ليتس جو. اذا ندوزو للانبوكسين، شنو كتقول الكيس بعدا هي الاولى. بالنسبه للكيس عندنا 20 لعبه كاينين في الجيم، عندنا هنا الثمن كانوا عاملين لها شحال، كانوا عاملين لها 99 اورو ولات ب 60 اورو، يعني تخفيض ديال 40 اورو. علاش تخفضت؟ هذه تخفضت في العالم كامل حيت ما كانتش سوني ما تصورتش انه الناس ما يقبلوش هذا الكونسول. هذه علاش الناس ما قبلوش هذا الكونسول؟ هذا الكونسول ما تقبلت شي عده اسباب. السبب الاول وهو انه الالعاب اللي كانوا فيها ما كانوش كاملين في المستوى، بما انها بلاي ستيشن كلاسيك ميني خاصها تكون شي حاجه فيها ديال النوستالجي اللي تخلي الناس القدام يشريو هذه اللعبه هذه ولا بد. علاش ما شراوهاش الناس هذه بزاف؟ وقعوا بزاف ديال المشاكل، كانوا مشاكل في الاف بي اس حيت الفيرسون اللي كانوا في هذا البلاي ستيشن ما كانوش احسن فيرسون كاينه في بلاي ستيشن. المهم بزاف ديال الاسباب اللي تقدروا تلقاوهم في الانترنت ندوزو، ولكن طلع واحد الكراد ديالها بالنسبه لي فونت. علاش؟ حيت ولات دابا بنادم يقدر يدخل يو اس بي وانستالي فيها بزاف ديال لي جو. ان شاء الله تسناو فيديو ديال هاد الجو هذا، الكونسول هادي، ونعملوا لها نوريكم كيفاش تانستالو فيها لي جو اكسيتيرا من غير هاد لي جو اللي جاي فيها وهما اللي 20. اليوم غندوزو نعملوا الانبوكسين ونلونسيوها في السيت اب. نبداو باش ما نتعطلش عليكم بزاف. ليتس جو. في عن قطعوا بعدا المره الاولى. دونك انا كنحاول نعمل لكم كل مره دي زونغل يعني ديفيرون بالنسبه مختلفين بالنسبه للكاميرا، وانتم قولوا لي واش داكشي هو هذاك ولا ماشي هو هذاك في كل فيديو باش نشوفوا احسن اونغل اللي يعجبكم بزاف. كتعرفوا ما عنديش شي استوديو باش نعمل لكم زعما شي انبوكسين خارق، ولكن حنا كنحاولوا مره كنحاولوا نوبغريديو المسائل. او البلاي ستيشن لوغو بيوتيفول بيوتيفول، ولكن قبل تقدر تشوف ان الصندوقه هنا عندنا لي جو اللي كاينين، لي زانفورماسيون صغارين هنا، صافي هادشي اللي كاين، بعد لي زانفورماسيون اخر هنا اكسيتيرا. والجو فين شريتو؟ بيان سور الجيم اللي شريتو، ستور ديال الجيم اللي ديجا شريت منه حتى هو الاكسسوار ديال بلاي ستيشن 4. صافي هادشي اللي كاين، بلاي ستيشن هنا، اللوغو كاين، حتى شي حاجه هنا. كنتظروا صراحه يكون واحد الكاليتي ديال لونبوكسين واعره. ندوزو عند هنا، بيرفكت، او نحاول بهدوء اخذ الكونسول بدون، وصغيره، شوف يدي، شوف الكونسول، شوف يدي، شوف الكونسول. شنو عندنا هنا؟ بعد الكتوبه الكرتونه، الله يجعل البركه. نحاول نعمل لكم الفيديو ديال اليوم مكمول 100% بالمايك ديال يان ماي اللي عملت عليه الريفيو انبوكسين. هذا المايك ديال يان ماي تقدر تلقاو هنا، نخليكم واحد النوتيفيكاسيون باش تشوف الانبوكسين ديالو. وبغيت نهضر على واحد الحاجه، انه بداو بعض الدراري كيقولوا لي ان هذا يان ماي احسن من بلوياتي. نو، ماشي احسن من بلوياتي. المشكل اللي وقع هو ان البلوياتي كان عندي بعيد مقارنه باليان ماي. انا ما كنتش زعما كنقارن كاليتي هذه ضد كاليتي هذه، يعني عملت لكم فقط الكاليتي ديال المايك باش تسمعوا فوقاش كنبدل المايك من مايك لمايك اخر، كيبقى البلوياتي احسن واحد. المهم ما نضيعوش الوقت، ما نخرجوش على الموضوع. بلاي ستيشن مانويل، طريقه الاستعمال، كيفاش تبرونسي، ما عندنا ما نعملوا هادشي، حنا شتادين واعرين. شحال صغيره صاحبي بلاتي، بغيت نجيب لكم
نقارنها لكم من بعد مع الميني، بلاتي ماشي دابا، تنكملوا الانبوكسين من بعد نجيب السوبر، نجيب لكم نينتندو كلاسيك ونقارنوها بينا. واه حلوه حلوه، تذكرني الايام بلاي 1 شي صغير كرتونه كامله فيها غير ديك كبروها مسكينه الكرتونه، عذبوا راسهم كبروها. شي زعما تقولي ما كاين والو هنا، قال لك الكرتونه ما بقى فيها والو. لا فيها المانيطات، يا سلام. حاجه اللي عجبتني مقارنه مع نينتندو العاديه اللي عملت الميني، عطيني نزول هادشي، نينتندو ميني اللي عملتها لكم شحال هادي الفيديو عليها، حتى هي نخلي لكم واحد النوتيفيكاسيون هنا 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 نوتيفيكاسيون. نينتندو ميني اللي عملتها لكم ما كان فيها غير مانيط وحده، هذه فيها جوج. او جميل جميل، عاتي ما كاين ني انالوغ ما كاين والو، كاين فقط لا مانيت. واه شي نفس التشبيره بلاي 1 كيتجي لي صغيره صغيره شويه على بلاي 1 كنظن، والله ما عرفت واش نفس التشبيره ولا مابقيتش عاقاتي فوقاش ما اديت بلاي 1، وما كنظنش عندي شي مانيت بلاي 1. ماشي عندي وحده، عندي واحد بلايد مانيت بلاي 1 عندي هنا، يمشي راه ولات بلاي جوج ما بقيتش عاقل. انا غنشوف نقلب كنظن باقي لي شي مانيت هنا مسيبه، اذا لقيتها نعمل لكم في وسط هذا الفيديو كومباريزون. اوكي نكمل، ها هي لا طاي ديال البلاي ستيشن، جميله جدا جميله جدا. اوه رمادي رمادي. واحسن حاجه وهو ان يو اس بي، نعم يو اس بي يخشي هنا يو اس بي ترانكيل. هنا لا طاي ديال الكونسول ديالنا رائعه وجميله ايضا. نكمل صافي الدراري، اذا وصلتوا حتى هنا فرعوا لنا اللايكس والكومنتس، رتب لكم الامور شويه هنا. لا كونسول مانيت الاولى، جبدوا المانيت الثانيه. كاينه في المغرب دابا، كاينه هذا الكونسول دالعه بزاف في المغرب، شفتها في عده اماكن، شفتها في فناك، شفتها في مرجان وقيله ولا فين ما عرفتش شو شفتها، المهم شفتها في عده حوانت ديال لي فونت. وكنظن مزيان هذا الانبوكسين والريفيو هادي، غتصلحن بزاف الدراري، كليك واعرين كلشي مزيان صراحه. تقدر لعب بها فيفا، لعبوا فيفا 19 بهادي. شبالكم لعبوا فيفا 19 بلاي 4 بلاي ستيشن 1 كونسول. اوكي نزولوا المانيطات بجوج صافي، بعد عليا ارجنتينا هنا، ارجنتينيين هنا، فوالا ترانكيلوس بارديدوس. فرعوا لنا اللايكس الدراري، وفرعوا الجرس النوتيفيكاسيون، وفرعوا لنا السبسكرايب اللي غتلقاوها هنا تحت، باش ان شاء الله نزيد لكم في الفيديوز. وما تنساوش تفوطيو علينا في ماروك ويب اووردز كاتيجوري ديال الجيمين، ليان في الديسكريبسيون ديال الفيديو، اولا تلقاو ليان في الانستغرام ديالي. المهم فوكسي بليز، فوالا هذه هي السوني كلاسيك عندنا من هاد الجهه، ومشكله مع الفوكس. او ما تجيها كاينه عندنا هاد اللعيبه هادي، كتبان بحال ايغاسيون ولكن ما كاينش ايغاسيون. عندنا اليو اس بي فيها تماركي، ويا اي عمل موطع ديال الكارت ميموار الوغ ما كاينش كارت ميموار. ديكور السلام، هنا الايغاسيون، وهنا الاش دي ام اي اوت، وهنا اليو اس بي. هنشوفوا هادو واش عملوا لنا بحال الاخرين ديال نينتندو كلاسيك، ما عطاوناش الكابل ديال لاليمونطاسيون بالنسبه للكونسول، حتى هادو كنظن ما عطاوناش الكابل داليمونطاسيون. ها نشوفو نكتشفو، هنا عندنا الكابل اش دي ام اي بيرفكت، او عطاونا الكابل داليمونطاسيون ما تقوليش. هادشي عجبتوني، سوني عجبتوني في هاد اللقطه، عطاونا الكابل ديال لاليمونطاسيون مزيان بخير. اصلا الكابل ميكرو يو اس بي فوكسي بليز، فوالا اصلا كابل ميكرو يو اس بي، دونك ما كاينش شي مشكل في البحث على هذا الكابل، موجود في السوق، موجود في اي سيت اب غتلقى فيه هذا الكابل، موجود في سيت اوبات كاملين. عندنا اليو اس بي هنا، بوم طق انبوكسين، هذا يكون غير انبوكسين دونك ما يكونش جيم بلاي ولا شي حاجه، نحاولوا نبرونشيوها بلا ما نخسروها. هاتي فوالا هاهي تبرونشات، هي كيفاش كتجي مبرونشيا اللعيبات ديالها. عندنا البوطون ديال شنو هذا سميه اوبن، بوطون د اوبن الوغ هادي ما كتفتح ما والو. مشدود كلشي مغلق. هنا عندنا بوطون ديال ريسيت هنايا، هنا بوطون ديال باور، دونك عندنا باور اوبن وريسيت، كل واحد عنده بوطون في شكل، كل واحد عنده
اهميه في الشكل. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه للكونسول ديالنا، كما كتشوفوا صغيره. غنجيب لكم نينتندو كلاسيك باش نقارن لكم بين لي دو تاي. صبروا معايا، ها هي نينتندو كلاسيك مع نينتندو ميني. الاعداء والاصدقاء في نفس الوقت. على الطاي بالنسبه للعارض ديالها، هذه رقيقه، هذه غليظه شويش، هذه اللي واعر فيها اليو اس بي، هذه ما فيهاش كما كتشوفوا. نزيدو نزومو لكم شويش، فوالا عندنا اليو اس بي هنا، هنا ما عندناش يو اس بي. انا دابا ندبر لهاد الكونسول شي كابل طويل والمانيت نيميرو جوج باش نكملوا السيت اب. كما كتعرفوني السيت اب ديالي ما صالحاش غير الديكور فقط، كيعجبني تكون براتيك، يعني نقدر نلعب لها في اي لحظه. عندنا الكابل ديال مايكرو يو اس بي اتش دي ام اي، دو جوج ديال يو اس بي، بوطونيس كيتكليكاو مزيان، بوتون اخون ريسيت وصافي. اللوغو ديال سوني اتش دي ام اي، موطاد اتش دي ام اي، موطاد ديال المايكرو يو اس بي باش تاليمونتي هاد الكونسول. اذا كان هذا ريفيو، و ماشي ريفيو، سمحوا لي، كان هذا انبوكسين ديال سوني بلاي ستيشن كلاسيك ميني. ان شاء الله كنتظروا ان سوني تخرجنا بلاي ستيشن 1 ميني، ولكن ماشي الكلاسيك، الثانيه سليم ويكون فيها دي جو اللي واعرين بزاف. وحاجه اخرى بغيت نقول لكم، وهو انه كراش بانديكوت ريسين غتخرج في بلاي ستيشن 4 غالبا حتى هي بالنسبه للفان ديال بلاي ستيشن، حيت عارف هذا الانبوكسين هذا يشوفوه لي فان ديال بلاي ستيشن بزاف. عندنا لي بي بالنسبه لهنا، هادشي كامل تقريبا غير ديكور، فهمتي؟ هادشي اللي هنا غير ديكور باش يقربوها من البلاي ستيشن، ما البقيه كاينه غير هاد جوج بوطونات. الصراحه كانوا يقدروا بحال كمثال كانوا يقدروا يكليكيو يعملوا هاد البوطون هذا يفتح هادي، وفي وسط منها تقدر تخشي شي حاجه، جو سي با كوا، ولكن على حسب اللي بغاو هما. اذا شباب سالينا الفيديو وصلنا لخاتمه هذا الفيديو. ها المينيس اللي عندي دابا لحد الان، الكوليكسيون هي كتزاد شويه بشويه، زدنا البلاي ستيشن 1 ميني، نحاولوا نزيدوا فيها لي جو اللي نعملوا. انا نحاول نعمل لكم بعد الجيم بلاي فيها، الالعاب اللي فيها يا لايف يا جيم بلاي على حسب. هذه ديجا عملت فيها الجيم بلاي واللايف، غتلقاوها في الشان. نحاولوا من بعد نوريكم كيفاش اجوتيو الالعاب من غير هذوك اللي كاينين فوسط منا، والطريقه الى غير ذلك. دومونديو لي تحت في الكومونتير. هذا بالنسبه للاطاي بيناتهم بجوج، لي دو كونسول واعرين بزاف، دوزنا فيهم طفوله بزاف، دوزنا فيهم قصص بزاف، بزاف الالعاب اللي لعبنا. كما كتشوفوا في البلاك جراوند كراش بانديكوت دوز فيها اعوام واعوام واعوام اعوام، يا في بيسي يا في الدار يا في السيبر ديال بلاي، بزاف ديال الاعوام. هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الفيديو اليوم. ان شاء الله نزيدو ريتروات اخرين، عندي كانا في السيجا وفي السوبر نينتندو، هادو جوج الحاجات اللي غنزيدهم ان شاء الله مستقبلا، ميكون الفلوس ديالهم ونلقاهم بثمن مناسب. يلا دراري فرعوا لي اللايك وفرعوا لي البارطاج، وما تنساوش تفوطيو عليا في ماروك ويب اووردز في الجيمين اللي في الديسكريبسيون ديال الفيديو، وتهلاو نشوفكم في فيديو جداد. بيس.